صباحكم مشاهدينا. اليوم فقرتنا مميزة أكيد مثل ما أنتم شايفين بربوع الوطن بخضاره بجماله بسهوله اللي إحنا تعودناها في طول كرم السهول الخضراء المتنوعة بالمزروعات بالخضار بالفواكه. واليوم إحنا معنا مثال حي للنضال للكفاح للعمل النسوي الناجح، قصة نجاح وكفاح سطرتها السيدة والأستاذة منى أم عدي. يعني بنرحب فيك وبنقول لك يسعد صباحك. صباح الخير حبيبتي، وأهلا وسهلا فيكم في مزرعتكم وفي أرضكم، لأنه هاي الأرض هي حضن إلنا كلنا. الله يخليكم. يعني بدك تعرفينا والسادة المشاهدين على مين السيدة منى أم عدي وشو بالضبط بتشتغل وقديش صار لها في لنقل بالعامية يعني كار الزراعة. أم عدي منى عودي هي بنت هالوطن، بنت فلسطين اللي ولدت في مخيم وكانت بتعرف شو معنى وطن أو حست شو معنى وطن والحاجة للوطن، ومن هنا بدأت حكايتي مع الوطن اللي بلشتها في مخيم بلاطة وانتقلت بعد ما زوجت معي لمدينة طول كرم. وأنا اليوم في ضاحية ترتاح وبشتغل مزارعة من 28 سنة لليوم، يعني بعد زواجي تقريبا سنة ونص. طبعاً بتشتغلي في أرضك؟ أكيد بأرضي، هاي الأرض هي أثمن ما نملك وبهمني جدا العمل فيها وبفتخر في عملي فيها، لأنه هي طول عمرها هدفي وحلمي واللي بعتبرها أكثر حاجة لإلنا من إنه نحافظ عليها اليوم وبكرة وفي كل وقت، لأنه هي حياتنا. يمكن هي بتوازي أولادي إذا مش أكثر. أنا خلفت وجبت أولادي الخمسة وأنا بشتغل في هذه المزرعة، وكان أولادي يكونوا معي وهم أطفال ووعيوا وكبروا، واليوم هم شباب وفي الجامعات وهم في المزرعة. إيش صعب إني أحكي عنه بالنسبة للمزرعة وبالنسبة لوجودي فيها، هي حكاية عمري. قديش اهتمامك ل يعني قديش بتعطي أنت الزراعة، قديش بتعطي المحصول، هو بنفس الشيء بعود عليك في هذا العطاء بنفس المقدار؟ ولا مرة بعود علي بنفس المقدار، يعني المزرعة أنا بتأخذ من حياتي كل يومي كل يومي، يعني يمكن أنا حتى بعد ما أروح هي بكون في تكملة ليوم العمل تاع المزرعة. قديش بتعطيني هي بتعطيني معنى الحب لهذا الوطن. أما إذا بدي أطلع على الأمور المادية فهي ولا مرة بتعطيني المادة في المجهود أو في العطاء اللي أنا بعطيه لها، لكن زي ما حكيت لك في إشي مهم مهم جدا في حياتي هو انتمائي لهذه الأرض وقديش بتهمني وقديش بحب أكون فيها. الزراعة علمني ما معنى انتماء للوطن، ما معنى انتماء للأرض، زاد حبي لأرضي وعلقني فيها أكثر. ويمكن هاي الرسالة اللي بحاول أنقلها لكل المجتمع الفلسطيني اللي اليوم مع الأسف صارت الأرض شوية صعب نحكي عنها وصرنا بنبعد عنها أكثر، بتمنى أنهم يعودوا للأرض، هي بحاجة إلهم. اليوم يعني خلينا نقول مش كل المزرعة هي عضوة، لأني أنا ما بقدر أتوجه توجه كامل في زراعتي للزراعة العضوية اللي هي أول إشي معنا لحد اليوم. مع الأسف معناش ثقافة وعي كافية في مجتمعنا لهي الزراعة، إني خاصة بدك تروحي تسوقيها ولا مرة بتاخد لفت النظر اللي هي موجودات المزروعة المزرعات الأخرى فيها، لأنه بكون فيها التشويه، بكون الحجم مش طبيعي، بكون شكلها مش دائما حلو، شايفة علي؟ ونفس الوقت الإنتاج تاعها مش عالي، فعشان هيك مش كل مزرعتي هي عضوية. أنا لسه اليوم بعتمد على شغلتين زي ما شفت، عندك البندورة وعندك التوت، هدول أكتر شغلتين مشتغل عليها بالشغل العضوية. في الشغلات الخارجية هي الخس السبانخ، هاي القضايا اللي أنت كمان بتقدر تشتغل عليها. يعني عضوية بالنسبة للزراعة؟ عضوية إنك أنت ما بتتعاملي معها في آليات الرش الأدوية وبنفس الوقت الأسمدة،
بدك تتعامل بأساليب أخرى في علاجاتها، في كيف تعطيها جرعات سماد بحيث أنك أنت تحافظي على نموها وتكون بشكل مرتب وبحجم يساعد النبت أنها تظل مستمرة. بتمنى انه يكون في هناك تنظيم زراعي، يكون في هناك تسويق زراعي، يعني يكون في درايه كامله للامور الزراعيه خاصه بالنسبه للمزارعين، لانه المزارعين اكثر ناس هم بيشعروا بمعنى التعب الحقيقي. يعني كل الناس بتتعب ضمن امكانيات عملها، لكن زي ما حكيت لك المزارع هو بيعيش كل الظروف الحياتيه في ظروفها، الحم، البرد، كل هاي الظروف، فانا اقنعه بكون وضعه يختلف عن باقي الناس. كيف ببلش صباح ويوم السيده منى منذ يعني ان يتنفس الصباح؟ أنا بصحى تقريباً مع أذان الصبح، أكيد الحمد لله رب العالمين، بصلي وبتوجه لشغل البيت لأنه أنا عندي أسرة وعندي بيت زي باقي الناس، إلهم احتياجاتهم وإلهم استحقاق علي لازم أعطيهم إياه. فأنا ببلش بشغلي الخاص في البيت، لازم أكيد أكيد أكيد، لأنه بهمني كمان لما أنا بروح على بيتي يكون بيتي مرتب، وهذا الحكي أكيد بخلي نفسيتي تكون فوضى أحسن، لأني هيك طبيعتي، يعني مش فيدي، أنا من النوع العصبي بحبش أشوف الشغلات مكركبة. مش باين أبداً أنك عصبي؟ لا ولا مرة. هيك بتبلش حياتي، سبعة ونص أنا بعد ما يطلع أولادي على المدارس، الإشي على الجامعات، إشي لا إشي بخصه، إحنا بنزل على المزرعة أنا وزوجي الساعة سبعة ونص. ولأي ساعة بتضلي في المزرعة؟ يمكن سبعة ونص تمانية المساء هيك إشي، يعني يوم كامل. يوم كامل هاي المزرعة هي بتأخذ من حياتي، فعشان هيك يمكن أنا حياتي مزرعتي.